ماذا يحدث عند إدخال وإخراج مغناطيس بالملف؟ تتولد قوة دفع مستحثة، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الحث الكهرومغناطيسي، فهي ظاهرة تولد قوة دفع كهربية مستحثة عند حدوث تغير في الفيض المغناطيسي. التجربة عند إدخال المغناطيس لاحظ، وعند إخراج المغناطيس، عند الإدخال يحدث تغير وعند الإخراج يحدث تغير. إذن تولد قوة الدفع الكهربية لا تحدث إلا عند لحظة التغير، عند الحركة. وهذه فكرة تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، وهي فكرة عامل الدينامو اللي هي ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي. الحث الكهرومغناطيسي في سنة 1830 كان التيار المستمر فقط الذي كان على يد جلفان عند تشريح الضفدع، كان تيار مستمر وتحويل الطاقة الكيميائية الكهربية. قام العالم فاراداي سنة 1830 بهذه التجربة، وقال ماذا يحدث عند إدخال المغناطيس داخل ملف بين طرفي جلفانوميتر. طبعا احنا عارفين الجلفانوميتر وظيفته ايه؟ الاستدلال على العطارات الضعيفة، معرفة اتجاه التيار. طيب بص معايا هنا، ماذا يحدث عند ادخال المغناطيس؟ عند ادخال المغناطيس هنلاحظ ان التيار، ان مؤشر جلفانوميتر ينحرف في اتجاه هذا الاتجاه مثلا. إذن ينحرف عند إدخال المغناطيس، هينحرف مؤشر الجلفانوميتر في اتجاه ما. طب ده دليل على إيه؟ إن أثناء الإدخال تولد لقوة دفعة مستحثة في الجلفانوميتر بدليل انحراف الجلفانوميتر. طيب تعال نخرج عند إخراج المغناطيس أيضا ينحرف، بس في الاتجاه انه ينحرف في الاتجاه المعاكس، في الاتجاه ده كده. طيب ايه اللي يحصل بقى عند ادخال المغناطيس ثم التوقف المغناطيس عن الحركة؟ لا يتحرك، لا يتأثر، لا ينحرف الجلفانوميتر، يعني لا يمر تيار. نفهم من كده ايه؟ ان توليد قوة الدفع لا ينتج الا اثناء الادخال، اثناء الاخراج، يعني لحظة تغير الفيض. احنا كنا عارفين ان في خطوط وهمية، خطوط مجال خارجة، خطوط وهمية كده خارجة من القطب الشمالي وتتجه للقطب الجنوبي. لما نيجي نفسر السبب ليه اثناء الحركة، يبقى اثناء الحركة يعني لو خدناها في شكل سؤال عالي كده، تتولد قوة دافعة كهربية مستحثة عند الحركة وتنعدم عند التوقف. الإجابة هنا لأن عند الحركة بيحدث تغير في الفيض، عند الحركة لحدوث تغير في خطوط الفيض المغناطيسي. إذن هنا توليد القوة الدفع الكهربية يعتمد اعتماد كلي على حركة المغناطيس، على يعني على تغير الفيض، وعند التوقف لا ينحرف، إذن لعدم حدوث تغير في الفيض، ولكن عند التوقف عن الحركة طبعا معنى ذلك ينعدم تغير الفيض. إذن توليد القوة الدافعة
يعتمد على تغير الفيض. فطبعا في هذه الأيام ظهر إيه؟ كل عالم، كل ناس مثلا عندها شلالات مياه، فإذا تحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، عندهم هواء، استخدموا طواحين الهواء أو مراوح الهواء لتحول الطاقة الحركية إلى كهربية. فإذا هذه الظاهرة اللي هي الحس الكهرومغناطيسي هي ظاهرة إيه؟ ظاهرة تولد قوة دافعة مستحسة، قوة دافعة مستحسة عند حدوث تغير في الفيض، عند حدوث تغير في الفيض، يعني توليد قوة دافعة وبالتالي ينتج تيار مستحس عند غرفة الفيض المغناطيسي. هذا الشيء لما نيجي نفسر السبب، السبب ده، لان طبعا احنا عارفين ان السلك ده هوت بيحتوي، مادام سلك معدني يبقى معناها الكترونات حرة. التفسير بقى ليه عند الحركة اهو، لان هذه الخطوط المجال تكسب الالكترونات دي طاقة حركية. لحظة الادخال تقوم خطوط المجال باكساب الالكترونات على طاقة حركية، وعند الاخراج تكسب ايضا الالكترونات طاقة حركية، بس في حالة الادخال في اتجاه ما وحالة الاخراج في الاتجاه المعاكس، ولذلك التيار ده هيكون ناتج تيار متردد، وده بداية توليد تيار متردد على يد العالم او افكار عالم فاراداي سنة 1930. وقام جاي فاراداي وضع القانون بتاعه اسمه قانون فاراداي للحس الكهرومغناطيسي، اللي بينص نقول قانون فاراداي للحس الكهرومغناطيسي بينص على ان في علاقه بين، انا قانون بيقول ايه، ان في علاقه بين القوه الدافعه، فنقول الكتروماتيف فورس، قوه الدافعه هتتناسب طرديا مع تغير الفيض، معدل تغير الفيض المغناطيسي، وبالنسبه للزمن، بالنسبه لتغير الزمن، وايضا مع عدد اللفات. إذن من هذه الصيغة نقدر نطلع تعريف قانون فاراداي: القوة الدافعة المستحسة، القوة الدافعة المستحسة تتناسب طرديا مع تغير الفيض بالنسبة للزمن. القوة الدافعة المستحسة، تعال نعرفه، القوة، يبقى عايزين دايما باستمرار من التعريف نقدر نطلع الصيغة الرياضية للقانون: القوة الدافعة المستحسة، المستحسة تتناسب طرديا، تتناسب، تتناسب طرديا مع تغير الفيض، معدل تغير الفيض بالنسبة للزمن، بالنسبة للزمن، وأيضا مع عدد اللفات، مع عدد اللفات اللي هو N. طبعا نقدر نشيل التناسب ونحط مكانه ثابت electromotive force، وهنا الدلتا فاي M، وهنا ال N على دلتا تي. هنشيل علامة التناسب دهيت ونحط مكانها يساوي وسالب. طيب ايه مدلول السالب ده، او ليه وضعنا ده القانون اللي قدرنا نطلعه من التعريف؟ لماذا وضعنا سالب؟ لماذا السالب ده هوت؟ من التجربة لاحظنا ايه؟
التجربة دي لاحظنا ايه؟ عند ادخال الشمالي كان اتجاه انحراف اتجاه معاكس، عند اخراج الشمالي خرج في الاتجاه اللي عكسه. طيب هنبدل القطبين المغناطيس، نضع الشمال، نقوم بادخال الجنوبي، هنلاحظ ان الموضوع انعكس تماما. اذا الاشارة السالبة ليه؟ الإشارة السالبة تدل على اتجاه التيار المستحث دايما يعاكس، على أن لو خدناها في سؤال عالي كده هوت، ليه وجود إشارة سالبة؟ وجود إشارة سالبة، الإشارة السالبة في هذا القانون تدل على أن اتجاه التيار المستحث يعاكس السبب الذي أحدثه، يعاكس السبب الذي أحدثه، السبب الذي أحدثه. طيب وبنسمي هذا القانون بقانون لينز، وده من التعريفات المهمة جدا اللي دايما بتتكرر في الامتحانات بأشكال مختلفة في شكل ضع مصطلح. لما نيجي نقول ايه هو قانون لينز، قانون لينز ده الهدف منه تحديد اتجاه التيار المستحث. عشان نتخيل قانون لينز، لاحظ التجربة ديت، هنلاحظ لحظة ادخال القطب الشمالي، لحظة إدخال القطب الشمالي هنلاحظ انحراف الإبرة المغناطيسية بتاع الجلفانوميتر في الاتجاه المعاكس. طيب وعند إخراج القطب الشمالي ينحرف الجلفانوميتر في هذا الاتجاه. إذن اتجاه التيار يعاكس السبب الذي أحدثه. لما نيجي نطبق، اذا كان ده شمالي واتجاه التيار بالشكل، يبقى هنا اتجاه القطب الشمالي الناتج عن التيار المستحث، يبقى عند الادخال وكان قطب شمالي يظهر هنا قطب شمالي بدليل اتجاه التيار وتطبيق قاعدة اليد اليمنى لأمبير. وعند اخراج، وعند اخراج المغناطيس بالقطب الشمالي بيتكون هنا قطب ايه؟ جنوبي، ويكون اتجاه التيار معاكس بهذا الشكل. طيب تنعكس القطبين المغناطيس، المرة دي هندخل القطب الجنوبي. عند ادخال القانون القطب الجنوبي نلاحظ اتجاه انحراف الابرة في هذا الاتجاه، يعني هنا شمالي هنا جنوبي، يبقى الكون هنا جنوبي ناشئ عن التيار المستحث. وعند إخراج القطب الجنوبي يتكون هنا قطب شمالي، يعني اتجاه التيار بيكون معاكس. ومن هنا قانون لينز، إن اتجاه التيار يعاكس السبب الذي أحدثه، فعند إدخال الشمالي يتكون قطب شمالي ويكون اتجاه التيار معاكس للسبب الذي أحدثه، وعند إخراج الشمالي يتكون جنوبي. هذه القاعدة هتفيدنا في حل بعض مسائل فيها رسم، ولك لحظة الإدخال أو عند الإخراج ماذا ستلاحظ في التيار. إذا لما نيجي نقول هو قانون لينز، هنقول إن اتجاه التيار المستحث يعاكس اتجاه التيار المستحث، يعاكس ويقاوم اتجاه المسبب له. ويعرف هذا بقانون مين؟ لينز. ده من القوانين اللي دايما بتتكرر كتير بحيث نفهمه قبل او نتخيله تماما بهذه التجربة العملية البسيطة بهذا الشكل. ولهذا السبب وجود اشارة سالبة. يقول لك ليه؟ هتقول حسب قانون لينز ان اتجاه التيار المستحث يعاكس السبب الذي احدثه.
اتفقنا خلينا نفرضه ليه ان القوة الدفع المستحثة، قوة الدفع المستحثة electromagnetic force هتتناسب طرديا مع التغير في الفيض، التغير في الفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن، وأيضا مع عدد اللفات، وأيضا مع عدد اللفات. يبقى من التعريف النظري نقدر نطلع الصيغة الرياضية قوة الدفع. طيب احنا قلنا ان القوة الدافعة ده هي نقصد بها فرق الجهد المسبب لمرور التيار. ممكن لو خدنا هذا القانون وخدناه خطوة خطوة كده، فاي ام لو تتذكر تعريف كثافة الفيض، تعريف كثافة الفيض عبارة عن ايه؟ كثافة الفيض، كثافة الفيض قلنا عليها لو تتذكر ان هو الفيض المغناطيسي الساقط عموديا، الفيض المغناطيسي الساقط عموديا على وحدة المساحات. لو جينا نضرب الطرفين في الوسطين هنلاحظ ان الفاي ام هتساوي البي في الاي. يبقى القانون ده نقدر نقول ان القوة الدفع، اذن القوة الدفع هتساوي ان اللي هي عدد اللفات، هنشيل الفاي ام دهيت الفاي ام ونحط مكانها دلتا بي اي، دلتا بي اي على دلتا تي. طيب اصبح عندنا قانونين، هذا القانون لانحناء المسائل والقانون اللي فوق. طيب امتى نستخدم القانون على حسب معطيات المسألة؟ فلو قال لك حصل تغير في الفيض يبقى نقدر ناخد هذا القانون، القانون ده ناخده كده يبقى شكله جديد بالشكل ده كده، شكله بهذا الشكل. يبقى الكتروماتيك فورس بتساوي ان اللي هي عدد لفات، الدلتا نقصد بها الدلتا ايه؟ اللي هي فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 بهذا الشكل على تي، دلتا تي اللي هي T2 ناقص T1. يبقى نقدر القانون ده نستخدمه في حالة حدوث تغير في الفيض. يعني لو خدنا مثلا مثال نظري يقول لك تغير الفيض من 2/10 تسلا إلى 3/10 تسلا مثلا خلال زمن معين، أو بتيجي بشكل رسم بياني بالشكل ده كده. لو خدنا رسم بياني بالشكل ده كده وقلنا هنا فاي ام وهنا تي، وخدنا الرسم بالشكل ده كده وليكن رسم بياني بالشكل ده كده، يقول لك اوجد التغير في الفيض في خلال المرحلة 3 مراحل دولت. طبعا في المرحلة الأولى في تغير في الفيض، المرحلة الثانية لا يوجد تغير في الفيض، يبقى هنا قوة الدفع صفر، هنا تغير في الفيض بهذا الشكل. يعني لو خدناها بشكل ارقام سريعه كده احنا عارفين دي صفر، لو فرضنا دي كده مثلا 30 في 10 اس سالب 6 مايكروويفر اي قيمه، وهنا مثلا 2 4 6 مثلا. يقول لك اوجد القوه الدافعه المستحثه اذا كان عدد اللفات، يعني في المثال اللي قبالك هنا يقول لك كمثال احسب القوة الدافعة المستحثة في الشكل ده في خلال 3 مراحل اذا كان عدد اللفات 200 لفة مثلا. مسألة زي دي بسيطة ومباشرة جدا. هنيجي مثلا الجزء الاولاني، الجزء الاولاني ده كده هيتولد قوة دفع، يبقى الحل بتاعه هنقول بما ان الكتروماتيك فورس بتساوي ان في فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 على تي 2 ناقص تي 1. طريقه التعويض ازاي؟ يساوي تحت يساوي. مساله مباشره جدا مفيش اي مشاكل بالشكل ده كده. تعال نشوف هنا
ال ان عاد لفات 200، ال ان 200 مفيش اي مشاكل في النقطه دي. طب فاي 2 فين؟ هنا الاحداثي ده فاي 2، هنا فاي 1، فاي 1 بصفر، يبقى الصفر ناقص 30 او 30 ناقص صفر. الزمن، زمن التغير اللي هو من صفر لاتنين، يعني اتنين من صفر بقى اتنين، وبالآلة الحاسبة نطلع الناتج. تعال الجزء التاني، الجزء ده طب صفر، ليه صفر؟ لأن نعتبر دي فاي وان بالنسبة للمحاضرات ودي فاي ايه؟ تو. طب ما الاتنين 30 من 30 بكام؟ بصفر، يبقى التغير نفسه بصفر، يبقى كل القوة الدافعة بصفر. تعال الجزء الثالث بالمثل، هنعتبر لو اعتبرنا دي فاي 1 في المرحلة الجديدة وده هي فاي 2، ونقدر ايه نعوض نفس الفكرة، هيطلع نفس القيمة والزمن هنقول 4، التغير في الزمن هنقول 6 ناقص 4 يبقى فيها كام؟ 2. يبقى المسألة التانية اللي هي الجزء الثالث دهوت، لو خدناه كده في شكل برضو القوة الدفعة بتساوي، طبعا الإشارة السالبة دهيت لو وضعتها هتقول الاتجاه وليس المقدار، ما وضعتهاش مفيش فيها مشكلة، بس يفضل تحطها في قناة أساس توضح إن اتجاه التيار أو اتجاه قوة الدفع اتجاه التيار المستحث يعاكس السبب الذي أحدثه حسب قانون لينز. ونطبق ونقول إن عدد لفات 200 فاي إم 2 ناقص فاي إم 1 على تي 2 ناقص تي 1، ونبدأ نعوض الفاي 2 تعتبر قيمتها هنا 30 والفاي 1 هنا 0، ونعوض ونطلع القيمة زي ما تطلع بالآلة الحاسبة. يعني تعال نعوض كده، الكتروماتيك فورس هتساوي سالب ان، قلنا السالب دي عايز تحطها لازم تقول الاتجاه وتقول عدد لفات 200، وهنا فاي 2 في المسألة اللي هي 30 ناقص 0 على الزمن اللي هي 6 ناقص 4، وبالآلة الحاسبة يطلع الناتج وحدة قياسه ايه؟ فولت. وهيقول لي فولت ليه؟ لأن طبعا دي قوة دفع عن فرق جهد. وفي ملحوظة هنا ممكن نعوض عن الفي ديت بفي، دي بفي القاعدة اللي احنا عارفينها، فرق الجهد بيساوي الاي في الار. ممكن في أحد المسائل يجيب لك الاي ويطلب الار ويطلب منك الار، او العكس يجيب لك الاي ويطلب الار، فلازم الاول تجيب مين؟ الفي عشان ده تقطع. تعال نرجع بقى للقانون، هو القانون التاني اللي احنا قلنا عليه، الكتروماتيك فورس بيساوي سالب ان، السالب ان ده عشان اتجاه سالب ان، الدلتا بقى دلتا فاي ام هنعوض عنها بايه؟ بدلتا بي في دلتا ايه في ايه على تي. القانون ده ليه ثلاث حالات، الدلتا اما تعود، الدلتا ديت اما تعود على البي او تعود على الايه، المهم يبقى تغير، عشان تتولد قوة دفع تقاربية لازم يبقى فيه تغير. هذا التغير قد يكون تغير في كثافة الفيض أو تغير في المساحة. طب إزاي تغير الفيض؟ تعال نشوف كده تغير الفيض. هناخد الأول دي كده ونشوف لها ثلاث حالات، ثلاث حالات. الدلتا بي التغير في الفيض، الدلتا بي دهيت اللي هي لو كان التغير لكثافة الفيض. افرض قالك اذا قال في المسألة مثلا دار الملف ربع دورة، دار الملف ربع دورة، ربع دورة دي معناها ان في الربع الدورة دهيت هتبقى فيها مرة بي بصفر ومرة نهاية عظمى، لان احنا قلنا لما يكون الملف موازي لمستوى المجال
هيبقى معناها ان الزاوية 90، لما يكون عمودي في حالة الملف يكون الزاوية 0. يبقى في الحالة ديت احدى، يبقى ما احنا قلنا دلتا بي، دلتا بي عبارة عن ايه؟ بي 2 ناقص بي 1. فاذا دار ربع دورة معناها ان احدى القيمتين صفر، يبقى هنعوض في الحالة ديت عن دلتا بي 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 فقط، كأن الدلتا بي بي بي، لأن أحدهما صفر، لأن الربع دورة معناها قيمة عند أحدهما قصوى والقيمة الثانية صفر. طيب لها صيغة أخرى برضو، إن الدلتا بي تساوي بي إذا قال إن عدم التيار، معنى إن عدم التيار يبقى معنى إن عدم المجال، يعني معناها أحد البي بصفر، يبقى معناها الدلتا بي أيضا هتساوي البي. أو قال دار بزاوية 90 درجة، دار بزاوية 90 درجة نفس المعنى. كلمة ان كان في وضع معين في وضع نهاية عظمى ثم دار 90 درجة انعدم، او العكس صحيح. يبقى في احد المسائل اللعب في المسألة في الدلتا بي ازاي، ان يقول لك دار ربع دورة، انعدم التيار، انعدم تلاشى، تلاشى المجال، دار بزاوية 90 درجة، كلها مترادفات بمعنى الدلتا بي بالبي. لما نيجي نشوف حال المسائل، الحالة التانية قال لك فيها ان الملف دار 300 دورة كاملة، دورة كاملة، دورة كاملة، ده معناها ان القوة الدافعة الكلية بصفر، ان الكترومات الفورس الكلية بصفر. ليه؟ لان الدورة الكاملة هيبقى في نص دورة موجب ونص دورة سالب، القيمة المتوسطة لها بصفر. طيب تعال بقى نشوف بقى اذا دار، يبقى متى في الحالة ديت دلتا بي هنعوض عنها باتنين بي. اذا قال في العبارة اذا قال ان دار قلب الملف، قلب الملف او عكس اتجاه او عكس اتجاه او دار بزاوية 180 درجة، كل هذه المعاني مترادفات. هتقول طب ليه دلتا بي ساوت 2 بي؟ اقول لك ليه. هنفترض الاتجاه في الاتجاه ده في اتجاه بي المجال، لما يقلب نفسه في اتجاه المعاكس او عكس نفسه يبقى اصبحت بي الجديدة هنا. تعال نعوض كده، الزاوية بينهم كام؟ 180 او نص دورة. فنيجي نقول الدلتا بي تساوي بي مثلا هيت ناقص البي ديت، طب ما دي غيرت اتجاهها، يبقى ناقص ناقص البي. تاني إذا قلب الملف، يعني الملف كان في اتجاه ده وقلب في اتجاه معاكس، إذا دار نص دورة، إذا عكس اتجاه، يبقى أصبحت الزاوية بين المجالين كام؟ 180 درجة، أو دار بزاوية 180 درجة. لما نيجي نقول هنا نعوض، احنا عارفين دلتا بي عبارة عن بي 2 ناقص بي 1، طب هو نفس المجال، ناقص ناقص بي، طب ما هو الناقص ده ليه؟ علشان عكس اتجاهه. ناقص في ناقص بايه؟ بموجب. يبقى اذا الدلتا بي، الدلتا بي في الحالة ديت هتساوي 2 بي. اذا نلخص تاني في حل المسائل، حل المسائل لو قلنا نبص على القانون، القانون قوة الدفع بيساوي عدد اللفات في الدلتا بي في الايه؟ اما الدلتا دي تعود على البي اللي هي كثافة الفيض، او تعود على المساحة. المساحة امرها بسيط وهين جدا، يقول لك وكان ملف غيرنا شكله بقت من مساحة كذا لمساحة كذا، فتبقى يبقى البي ثابتة ونغير من الاي وتبقى اي 2 ناقص اي 1. اما المشكلة عندنا في مين؟ في الدلتا بي. الدلتا بي ده هي لها 3 حالات، اذا دار ربع دورة، اذا دار بزاوية 90 درجة، اذا تلاشى انعدم، يبقى معناها لازم احدى القيمتين بصفر، احدى القيمتين بصفر، يبقى الدلتا بي هي بي بس. إذا دار دورة كاملة يبقى معناها قوة الدفع الكلية بصفر، لأن نص دورة تبقى نص دورة موجبة، نص دورة سالبة. أما إذا قلب الملف
عكس اتجاهه، دار نص دورة زاوية 180، يعني بعد ما كان اتجاهه مثلا وليكن ناحية اليمين هيبقى اتجاهه ناحية اليسار. يبقى دلتا بي عبارة عن بي دي ناقص بي دي. طيب البي دي عبارة عن ايه؟ اهي بي ناقص، طب ما هي البي دي عكس اتجاه دي، يبقى إشارة سالبة، يبقى سالب في سالب بقت ايه؟ موجب. يبقى الدلتا بي بتساوي 2 بي. يبقى تلخيص المسائل ان شاء الله في ثلاث الافكار دول، اما الفكره اما التغير في الايه او تغير في البي، وهنا عاد لفات مفيش في اي مشكله. اما اذا كان استخدمنا القانون اللي هو ده، هيجي لك فاي ام 1 وفاي ام 2 زي ما شفت في الرسم البياني هنا، ان في الرسم البياني او بيجي لك بشكل مساله كلاميه، وكانت كثافه الفيض قيمه، قصدي الفيض المغناطيسي وتغير الفيض المغناطيسي، تغير الفيض المغناطيسي فيحصل هنا التوالد قوى دفعه، هنا لا تتوالد قوى دفعه بالشكل ده. المثال الموضح امامك ملف عدد لفاته، طبعا عدد اللفات نقصد بها ان يتغير فيضه خلال 6 ثواني. وضح القوة الدفع في الشكل ده. تعال نشوف قوة الدفع. قوة الدفع هنا من ده مسألة مباشرة جدا، بنعتبر ده هي ان دي فاي ام 1 بصفر، وهنا فاي ام 2 بستة. تعال مباشر. يبقى نقدر نقول ان القوة الدفع هتساوي ان في فاي ام 2 ناقص فاي ام 1 على تي. طبعا كل موجود، ان اللي هي عدد لفات موجودة 200، ادي 200 ديت 200، وفاي ام 2 بكام؟ بستة، بستة، وفاي ام 1 بصفر. والزمن ننزل العمود ده كده، يبقى الزمن 2 ثانية، يبقى الزمن 2، يبقى نعوض عندي ب2، يبقى دي ب2 وديت ب6 وصفر، هتعوض مباشر. الجزء الثاني دهوت صفر، قوة الدفع صفر. ليه صفر؟ لأن فاي ام ب6، فاي ام 2 ب6، يبقى 6 من 6 صفر، يبقى كل ده بقى هي صفر. وبالمثل الجزء الثاني دهوت نفس الفكرة، هنقول قوة الدفع المستحسة هتساوي الان، الان معروفة ب200، الان ب200، والفاي ام 2 ب6، 6 المقابلة هيت، وفاي ام 1 بصفر، فاي ام 1 بصفر، والزمن اللي هي الفترة دي كده، الزمن ده كان من 3 لـ6، يبقى 3 ثواني. 3 تي 2 ب6 وتي 1 ب3، يبقى 3 ناقص 3 6 بكام؟ ب3. يبقى الزمن عندنا ب3 موجود 3 ثانية، والعدد 200، وفاي ام 6، فاي ام ب6، وفاي ام 2 بصفر. تعود مباشر تطلع الناتج بالشكل ده. شوف المثال اللي بعده، ملف مساحته. يبقى جبنا الايه هنا، الايه معلومة، عدد لفات الان موجودة، ان موجودة هيت. طيب ومستوى الملف عمودي على مجال مغناطيسي وفق الرسم البيان. تعال نشوف رسم البيان. طبعا هنا البي اللي هنسمي دي مثلا بي 1، وهنا بي 2. يبقى لما نيجي نكتب القانون في هذه المرحلة والزمن عندنا، الزمن عندنا في هذه المرحلة الجزء ده فقط 6 ثواني، يبقى التي بستة، التي بستة، والبي 1 موجودة، بي 1 بستة، والبي 2 ب15، وتعويض مباشر بهذا القانون. لو قلنا الكتروماتيك فورس هتساوي قانون اللي قلنا ان في دلتا بي، المرة دي الدلتا تعود على البي 2 ناقص البي 1، وعندنا المساحة موجودة ايه والزمن موجود. تعال نعوض كده، يبقى البي 1 بكام؟ البي 1 بستة، البي 2 بخمستاشر،
التي بستة. ستة ليه؟ لأن بدأ من هنا لغاية هنا كده الجزء ده. تعال الجزء التاني، خلاص تطلع القيم مظبوطة، الجزء التاني يطلع ناتج بصفر، بصفر لأنه بصفر، لأنه لا يوجد تغير في البي. لأن قلنا دي بي 1 اهو ودي بي ايه 2، لما نيجي نطرح بي 1 من بي 2 يعني معناها 15 من 15 بصفر، يبقى دي كل دي بايه قوة الدفع بصفر. وبالمثل هنسمي دي بي 1 في المرحلة الجديدة ودي ايه بي 2 وهنا الزمن، ونعوض في نفس القانون ده هو ويطلع الناتج ده تعويض مباشر برسم بياني. هنشوف المثال، هنشوف المثال اللي قدامنا دلوقتي، ملف مستطيل ابعاده، نقصد بالابعاد المساحه. يبقى الايه معلوم، يتكون من 100 لفه، 100 لفه يبقى الان عدد لفات معلوم. يكون مستواه عمودي، كلمه عمودي اللي هنا مغزى، هنا عمودي يعني الزاويه 90، يعني في الحاله ديت كثافه الفيض بصفر على مجال. فاذا ادير الملف ربع دوره، ربع دوره يبقى اصبحت الزاويه 90، هي عظمه. يبقى من القانون ده من النقطه ده هي عمودي ودار ربع دوره، يبقى زي الدوره والدوره، اذا الدلتا بي في الحاله ديت الدلتا بي هتساوي البي. وعندنا المساحه موجوده، المساحه موجوده اللي هي عباره عن 10 سنتي في 20 سنتي في 10 سالب 4 عشان نحولها لمتر تربيع، عشان ناتج متر تربيع. وعندنا عدد لفات، عدد لفات 100، عدد لفات 100 متلف. والزمن موجود، الزمن موجود 2 من 10 ثانية، الزمن 2 من 10 ثانية تحولها جاهزة. احسب في الحالة دي تولد القوة الدفعة، تولد قوة الدفعة مقدارها، تولد قوة دفع مقدارها 4 من 10، يبقى الكترومتر فورس 4 من 10 فولت. اذا هنلاحظ ده كله معلوم ما عدا الدلتا بي اللي هي بالبي. نكتب القانون بالشكل ده، لو كتبنا القانون هيبقى البي الكترومتر فورس قانون هتساوي سالب ان، سالب ان عندنا السالب الاتجاه في الدلتا بي اللي هنعوض عنها بقى بالبي. الدلتا بي في الحالة دي تعتبر هي البي، هي اللي مجهولة، البي هي اللي مجهولة، والباقي عندنا المساحة موجودة والزمن موجود. إذا أصبحت معادلة ذات مجهول واحد في مين في بي، تعال نعوض، يساوي تحت يساوي قوة الدفع، قلنا هنا قوة الدفع بأربعة فولت، 4 من 10 فولت، 4 من 10 فولت. عدد اللفات موجود عندنا 100، عدد لفات 100. المجهول عندنا بي اللي هي مجهولة بهذا الشكل اللي قلنا هنقول عليها دلتا بي. والمساحة موجودة عندنا في اللي هي عبارة 10 في 20 في 10 سالب 4، 10 سالب 4 على الزمن، الزمن اللي هو قلنا عليه 2 من 10 سنة. طب عايزين نجيب المجهول في الطرف، دي بتعتبر على واحد. حاصل ضرب الطرفين، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى لو جبنا البي في طرف، لما نيجي نجيب البي في طرف يبقى نخلي كل المعامل بتاع المجهول كله، مين معامل المجهول؟ المية تبقى تحت اللي هي المعامل، العشرة في 20 اللي هي المساحة في 10 سالب 4. أما ده حاصل ضرب الوسطين هيساوي الطرفين اللي هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن 4 من 10، 4 من 10 في 2 من 10. وبالآلة الحاسبة هتستخدم البي بتساوي، هتطلع 4 من 10، ده كثافة فيض، يبقى واحدة قياس ايه؟ تسلا. تلاقي الإجابة منطقية لأن طبعا بتكون في هذا المجال. تعال نشوف المثال اللي جاي ده. المثال ده عبارة عن ايه؟ تطبيق مباشر للثلاث حالات اللي احنا قلناها. طبعا جايب لك عدد اللفات،
اللي هي النمبر عاد لفات يبقى الان هنا. لما نيجي نعوض هنقول الان ب 400 لفة عاد لفات 400، مساحة مقطع اللفة يبقى الاي موجودة، الاي مساحة المقطع موجودة بس دي بالسنتيمتر ايه المربع، سنتيمتر مربع لازم نضرب في 10 اس كام؟ ما تنساش النقطة دي، سنتيمتر سالب 2، سنتيمتر مربع يبقى سالب 4. طيب يختاره مجال كثافته، كثافته اللي هو كثافة الفيض اللي هي البي، اتفقنا كثافة الفيض برمزها بي 2 من 10 تسلا. عايزين مطلوب القوة الدفع، يبقى المطلوب عندنا قوة دفع الكتروماتيف فورس، الكتروماتيف فورس مجهولة. طيب في تلات حالات نكتب القانون، هنقول الكتروماتيف فورس هي اللي مجهولة اداها اللون الاحمر مثلا، هيبقى كله معلوم عندنا. مين اللي معلوم؟ السالب احنا اتفقنا للاتجاه، ممكن تحطها او ما تحطهاش، وضعتها بس تقول الاتجاه. هنا العدد لفات في تغير الفيض اللي قلنا عليها دلتا فاي دلتا بي دلتا بي اي على تي، الشغل كله هيبقى على مين؟ على دلتا بي. هنيجي نقول بقى في الحالة الأولى الكتروماتيف فورس كله ثوابت ما عدا الدلتا بي هي اللي تتغير. لما نيجي نقول هنا إذا تلاشى في زمن، تلاشى يبقى معناها الدلتا بي ده هي بي بي بس، يبقى سالب إن، إن هنا قلنا عليها بكام؟ بربعمية، ربعمية. الدلتا بي ده هي بالبي، بالبي ليه بالبي؟ لأن تلاشى في زمن، تلاشى يعني البي الأولى قيمتها موجودة والبي الثانية قيمتها الموجودة اللي هي دهيت، يبقى نقول في 2 من 10 تسلا، أمال البي الثانية بالصفر تلاشى، واضح كده؟ على زمن، خلال زمن 1 من 10 ثانية، 1 من 10 ثانية. ونعوض هيطلع الناتج الكتروماتيف فورس بالآلة الحاسبة هيساوي تقريبا 40 فولت. المطلوب التاني ممكن نحله شفوي، لأنه إذا أدير الملف 180 خلال زمن، يعني البي هتبقى دلتا، الدلتا بي هتبقى 2 بي، يعني قدها مرتين، يعني ممكن الناتج يطلع 80. تعال نعوض كده، هنقول الكتروماتيف فورس هتساوي سالب ان في دلتا بي في اي على تي. في الحالة ديت الدلتا بي ده هي باتنين بي، ليه 2 بي؟ لانه دار نص دورة بهذا الشكل، نشيل دي كده ونحط مكانها 2 بي. يبقى طريقة الحل نفس الطريقة، الكتروماتيف فورس هتساوي ان عارفين الان ب200 ب400 لفة، والسالب عشان اتجاه، البي هنضربها في 2 يبقى 2، قيمة البي احنا طلعناها 2 من 10 في المعطيات، في المساحة اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي 50 في المسألة دهيت، معلش نسينا المساحة، هتبقى في المساحة كام؟ 50 في 10 أس سالب 4. هنقول هنا في 2 في 12 في المساحة اللي هي 50 في 10 أس سالب 4 خلال زمن، خلال زمن كام؟ خلال زمن 1 من 100 ثانية، خلال زمن 1 من 100 ثانية، خلال زمن 1 من 100 ثانية، دي أيضا كانت 1 من 100 ثانية عشان يطلع الناتج مظبوط. هنا 1 من 100 ثانية هيطلع الناتج 80، يبقى الكتروماتيف فورس هتساوي 80 فولت لأنها قوة دفع فرق جهد. تعال نشوف المطلوب الثالث، إذا قدرت 300 يبقى الكتروماتيف فورس بيساوي 0 عندما تدور دورة كاملة أو عندما تدور 360 درجة، مع إن في نص دورة موجب ونص دورة سالب، القيمة المتوسطة لها بكام؟ بصفر. لوحظ في أحد الميادين إن
تولد جود قدره، يبقى معناها قوة الدفع موجودة، الكتروماتيك فورس موجود، الكتروماتيك فورس موجود بين طرفي عقارب الساعة. في أحد الميادين تيجي تعرضه لمجال مغناطيس عمود، فإذا كانت التغير في المساحة يبقى الدلتا ايه المرة دي في الدلتا ايه، احسب كثافة الفيض. لو كتبنا القانون هنقول الكتروماتيك فورس هتساوي ان في دلتا بي اللي هو كثافة التغير في كثافة الفيض، دلتا بي في الايه على الدلتا تي. تعال نشوف المسألة، هو المطلوب كثافة الفيض، يبقى الدلتا بي مجهولة، فلازم يبقى كله معلوم. اولا تولد قوة دفع، يبقى دي معلومة اللي هي عبارة عن 5.5 في 10^3، يعني دي معلومة. طيب دي معلومة نتيجة تعرض بين طرفي عقارب الساعة، لاحظة. فإذا كان التغير في المساحة، التغير في المساحة موجود اللي قلنا 11/14 متحولة جاهزة. طب ما جابش الزمن، طب ما هو قال لك نتيجة تعرضهم، فإذا كان التغير في المساحة تقطع مساحة كده، احسب التغير ده عقارب ايه؟ الثواني. عقارب الثواني نقدر نجيب منه ايه؟ هنقدر نجيب لو لف لفة واحدة هيبقى الزمن، هيبقى الزمن زمن دورة واحدة، يعني 60 ثانية. لما نلف عقرب الثواني هنا 60 ثانية، يبقى كله معلوم ما عدا مين؟ الدلتا بي. ده على واحد، لو ضربنا الطرفين في الوسطين، اذا قلنا الدلتا بي في طرف هتساوي دايما اللي مع المجهول هو المعامل اللي هي 11 تحت، ويبقى فوق 5.5 × 10^3 اللي هي دهيت في 60 × 14، وبالآية الحاسبة هيطلع ان الدلتا بي، اذا الدلتا بي هتساوي 42 ⅛ تسلا.